الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. ضخت 13 دولة في منظمة أوبك من بينها العراق أكثر من 28 مليون برميل يوميا من النفط الخام خلال شهر كانون الأول الماضي بحسب خطة المنظمة. وقالت منظمة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس إن زيادة عن شهر تشرين الثاني بلغت 190 ألف برميل في اليوم، في حين ضخ 9 شركاء من خارج أوبك نحو 14 مليون برميل يومياً. يأتي هذا في وقت استمر العراق في تجاوز حصته التي ارتفعت 60 ألف برميل في اليوم ليبلغ إنتاجه 4,310 ألاف برميل في اليوم. قال عضو اللجنة الاقتصادية السابق النائب مازن الفيلي إن رفع الحكومة لسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أضر كثيرا بالطبقات الفقيرة. وأضاف النائب السابق أن رفع سعر الصرف أدى إلى صعود أسعار المواد الغذائية والخضار إلى مستويات غير مسبوقة انعكست سلبا على المجتمع لا سيما الطبقات الفقيرة. وأشار إلى أن القرار أتى بنتائج عكسية أو فوضى اقتصادية ولم يوقف تسريب العملة الأجنبية لخارج البلاد، حيث لا يزال البنك المركزي يبيع كميات كبيرة من الدولار يوميا بكميات تزيد أحيانا عن معدل البيع في الأشهر التي سبقت قرار رفع سعر الصرف. قالت الهيئة العامة للجمارك إن عناصرها أتلفوا مواد مخالفة لضوابط والتعليمات في جمرك مطار البصرة الدولي. وأضافت الهيئة أن مركز جمرك مطار البصرة الدولي أتلف مواد متنوعة ومخالفة للضوابط والتعليمات. أكد تقرير اقتصادي رسمي في اليمن تسجيل البلاد أكبر عجز في الميزان التجاري منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد قبل نحو 7 سنوات وبسبب تداعيات فيروس كورونا. وأشار التقرير إلى أن العجز في موازنة اليمن في عام 2020 بلغ 7 مليارات و8 ملايين دولار وفق بيانات رسمية، بينما تجاوز العجز في عام 2021 أكثر من 10 مليارات دولار. حذر البنك الدولي من تباطؤ في نمو العالمي في عام 2022 مع إنهاء الحكومات الدعم المالي والنقدي الضخم الذي قدمته في بداية جائحة كورونا. وأضاف البنك الدولي في تقرير له أن النمو العالمي سيتباطأ بشكل ملحوظ إلى 4% في عام 2022 بعدما وصل إلى 5.5% في العام الماضي. كما وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، وحذر من أن مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لفيروس كورونا هي عوامل تهدئ التعافي في الدول النامية. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز، دمتم بخير.